أكد قائد الجيش اللبناني جان أهوجي أن كل يد امتدت غدرا على الجيش اللبناني ستقطع، وذلك بعد يومين من مقتل عسكريين اثنين في شرق البلاد على أيدي مسلحين نفذوا العملية بأساليب همجية. وقال أهوجي إنه ستتم ملاحقة المعتدين أينما كانوا وإلى أي جهة انتموا. وكان أهوجي أكد في الأمر الذي وجهه الأحد إلى العسكريين أن الاعتداء على دورية للجيش في منطقة عرسال الحدودية مع سوريا ارتكب بحق الجيش اللبناني عن سابق تصور وتصميم وبأساليب همجية بعيدة عن المعتقدات المسيحية والإسلامية، رافضا أي محاولة من أي طرف أتت للتخفيف من وطأة وبشاعة الجريمة. وكانت دورية للجيش اللبناني وقعت في كمين نصبته مجموعة مسلحين خلال مطاردتها أحد المطلوبين الجمعة في عرسال، واشتبك عناصر الجيش مع المجموعة ما تسبب بمقتل الشخص المطارد ويدعى خالد حميد وضابط وجندي، كما سقط 8 جرحى من الجيش اللبناني في الحادث. وأوضح مصدر أمني محلي أن الضابط بيير بشعلاني والمعاون إبراهيم زهرمان قتل بآلات حادة وتم التمثيل بجثتيهما، وأنه يتضح من أثار التشويه على جثتيهما أنهما تعرضا للتنكيل والتعذيب قبل قتلهما. كما أوضح المصدر أن المسلحين الذين اشتبكوا مع الجيش هم من الإسلاميين، وتفيد تقارير أمنية عن تسلل مسلحين من وإلى سوريا عبر منطقة عرسال وغيرها من النقاط الحدودية في الشرق والشمال، وتسببت حركة التسلل هذه بحوادث أمنية بين جانبي الحدود أوقعت قتلى وجرحى وبتوتر بين سكان المناطق الحدودية المتعاطفين إجمالا مع المعارضة السورية والجيش الذي يحاول منع عمليات التسلل والتهريب.